تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. اليوم نتوقف مع حلقة بتتعلق بسوق الانتقالات الشتوية. 1 يناير 2021 عم بيقترب، وهذا التاريخ اللي بتم فيه تفعيل بند المفاوضات لانتقال اللاعبين مجانا في شهر يونيو حسب مبدأ ما يعرف بقانون بوسمان. فمين عندنا أهم اللاعبين المتوفرين مجانا، مع تذكير إنه المصدر والمرجع اللي استخدمته في هذا التقرير هو موقع ترانسفير ماركت، الموقع المعني بتحديث آخر أخبار عقود اللاعبين. وحتى لحظة هذا التسجيل بظل الأبرز والأشهر والأقوى في التاريخ كله، مش بس بهذه السنة، من الانتقالات المجانية ليونيل ميسي اللي حتى الآن ما جدد عقده وما سمعنا منه كلام حاسم بيحسم بقائه أو رحيله، وبانتظار تطورات جديدة بخصوص الملك الأرجنتيني. بعده على طول بيجي أكيد سيرجيو راموس، اللي بتقول التقارير الصحفية المدريدية إنه تم تأجيل مفاوضاته حتى سنة 21، وإنه ريال مدريد ما بده يتصرف بسرعة بتجديد العقود في ظل جائحة كورونا. لكن من الواضح إنه راموس والنادي حابين يكملوا مع بعض ويستمروا مع بعض، لكن لازم ما نستبعد أي مفاجأة. اللاعب الثالث الأبرز هو المدافع النمساوي ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ في إسبانيا، بتكلموا كثير عن ريال مدريد، وبرشلونة أيضا في الماضي ارتبط فيه، وفي إنجلترا بيتكلموا عن جمع جديد بينه وبين غوارديولا في مانشستر سيتي، وحتى يورجن كلوب ممكن يتدخل بعد ما ظهر أنه عنده شوية نقص في خط الدفاع. وكالعادة في إيطاليا، أي صفقة مجانية بيربطوها مباشرة بيوفنتوس والإنتر. هو يبدو حاسم أمره بالرحيل، لكن الوجهة هي اللي حتى الآن مش محسومة. وهناك قصة مرعبة في ميلان هي دوناروما، حتى اللحظة ما جدد عقده. وكيل أعماله مينو رايولا في الماضي حاول ياخده على باريس سان جيرمان، وحتى الآن النادي الفرنسي مهتم فيه ومستعد يدفع له راتب جيد. كما أنه هناك فرق ثانية ممكن تفكر في دوناروما مثل يوفنتوس وتشيلسي، لكن أيضا هناك عنا الهولنديين ديباي من ليون وفينالدو من ليفربول، كلاهما يبحث عن تجربة جديدة كما يبدو، لكنهم منفتحين على كل الخيارات بما في ذلك البقاء. طبعا ديباي يرتبط كثير ببرشلونة، وبالنسبة لفينالدو ارتبط أيضا في الماضي ببرشلونة، لكن هذول الاثنين ارتباطهم ببرشلونة وذهابهم إلو مجانا تحديدا هون بتكلم بيرتبط أساسا في بقاء كومان. وبالنسبة لسيرجيو أغويرو، حتى الآن ما عرفنا هل عقده بينتهي فعلا هذا الصيف ولا الصيف اللي بعده، لكن الكلام حسب ترانسفير ماركت انه أغويرو عقده بيخلص ب 21، وما بنسمع اخبار عن مفاوضات، وكأنها إدارة مانشستر سيتي حابة تشوف وضعه البدني وتتأكد انه قادر يلعب فعلا موسم او موسمين اضافيات قبل ما تعطيه العقد. وفي لاعب اخر هو فلوريان تاوفن، لاعب مارسيليا، لاعب خلاق صانع فارق بيلعب في خط الوسط في عدة مراكز. هناك كلام انه على الاغلب حنشوفه بايطاليا. وفي ايطاليا ايضا مدام رحنا عليها، في عنا المهاجم ملك اللي بينتهي عقده بالصيف واللي كثير ارتبط باتلتيكو مدريد الصيف الماضي، وممكن فعلا ياخذ هذه الخطوة. وكذلك في انخيل دي ماريا بينتهي عقده، وحتى الان سان جيرمان ما جدد له، لكن واضح انه ممكن باي لحظة يوقع عقد لسنة اضافية او يرحل لفريق اخر. وبتكلموا في إيطاليا عن الإنتر، خصوصا أنه كونتي حاول يتعاقد معه في الماضي لما كان باليوبي، لكن أيضا زي ما حكيت مستقبل دي ماريا مش واضح. هناك شابين إسبانيين مميزين، إيريك غارسيا وريكي بوي، الاثنين قرب ينتهي عقدهم. إيريك غارسيا يبدو أقرب أنه يروح لبرشلونة، لكن ريكي بوي حتى الآن تفاصيل عقده مش واضحة عنا، ومش عارفين إذا هو مستمر في برشلونة أو حيروح على مكان تاني. وفي الألباني دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان اللي بتكلموا في ألمانيا إنه حيرجع على الدوري الألماني. وفي مختريان اللي بيلعب مع روما اللي أيضا على الأغلب حيرجع لألمانيا لو روما ما جدد عقده. وهناك مهاجم قوي بدنيا في بورتو، موسى ماريا، والكلام كثير إنه رايح على أحد فرق الوسط في إنجلترا. أسماء عديدة أخرى في فترة واضحة صارت تزيد فيها الصفقات المجانية، مثلا عندنا بيرنت من باريس سان جيرمان، هيساي من نابولي، وأسماء كثير أخرى. واضح أنه أصبحت زيادة اللاعبين المنتقلين مجانا ملموسة من موسم لآخر. أساسها مسألة أنه اللاعب ووكيل أعماله فهمه أنه أسهل طريقة للحصول على أفضل راتب ممكن أنه ينتقل مجانا،
بعض الأحيان بياخد ضعف الراتب اللي بيستاهله بناء على مستوى، لأنه ببساطة انتقل بدون مقابل. أيضا هالمرة زاد العدد بسبب كورونا، فالأندية مش قادرة تجدد عقود لاعبيها ولا تلتزم معهم بمبالغ أكبر. وأيضا ما بدنا ننسى أنه أسعار اللاعبين قبل كورونا ساهمت كثير في هذا الظرف، فالأندية صارت تستنى وتصبر وتخازن اللاعبين وتستنى عقودهم تنتهي عشان ياخذوها مجانا. خلينا نشوف من هذه القائمة اللي أنا حكيتها مين حينتقل مجانا ولا لا، وانتوا برأيكم مين أكثر لاعب حيصدمكم من هاي الأسماء لو بقي، ما بتكلم لو رحل. اشتركوا بقناة سيلفي سبورت، والسلام عليكم ورحمة الله.